الو مرحبا سنترال، اعطيني 400 من فضلك. الو مرحبا مدام، فينا نحكي مع الاستاذ خالد شوي؟ مو موجود حضرتك مدامته؟ اذا ممكن تبلغيه انه روايته صارت جاهزه. اي نعم خاصه الطباعه بقى، اذا ممكن يتفضل لعنا لحتى يستلم النسخ. على راحته ما في مشكله، امتى ما حب يطلع اهلا وسهلا، بس المهم يأمن المبلغ اللي اتفقنا عليه، 20 رشادية يا مضام. تسلمي يا خالو، تسلمي. سلمينا على الأستاذ كتير. أهلين، الله معك. يا عاصم، أخيو عاصم، نعم استاذ. إذا بتريد خلي الشباب يحزبوا رواية تحت الجسر ويطلعوها على سقيفي. حاضر استاذ. سجلي عندك 4 ذهبات من ابن خالتي نصوح. 4 ذهبات من نصوح. و6 ذهب رشادي من أبو عبد الحميد. 6 ذهبات عبد الحميد. رشاديتين من صهري أبو حبيب. رشاديتين أبو حميد. يا ستي، و5 رشاديات من اختي وفيقة، ورشادية تجميع من هالناس. سجلتيهم؟ سجلتهم وغيره. وليرتين ذهب رشادي حق سوارتك، شو صاروا؟ صاروا 20 ذهبة. ها عظيم جدا، وانت عيني. وبهالحالة هي بيكون المبلغ اتطبق تماما. طيب وباقي تكاليف الرواية منين رح تدبرها؟ من المبيعات. الزلمة قال لي دبر 20 رشادية دفعة أولى واستلم روايتك، وهي دبرت له 20 رشادية. هلأ معقولة تطبع روايتك بالدين؟ شو بدي ساوي؟ ما خليت دار نشر بالشام تعتب علي، ما كان حدا يرضى يتبنى الرواية، كلهم قالوا لي نفس الكليشة. أنو كليشة؟ قال سوق الروايات دائر كتير بهالأيام، ما عاد حدا قرى روايات، وقال لو كنت كاتب غير شيء كان ممكن يتبنوا إنتاجي. مثل شو؟ يعني شو اللي ماشي سوقه بهالأيام؟ التطبيل والتزمير لمنجزات الوالي. طيب ليش انت ما بتكتب هيك شيء؟ يعني ما بيطلع بايدك؟ لا يا ماجدة، معقولة ما يطلع بايدي اكتب هيك؟ بس هالشغلات للكتاب الصغار، للمتسلقين على مهنة الكتابة، مو لروائي مثلي. يعني معقولة هيك تكون نظرتك الي يا ماجدة؟ يعني حتى انا اذا نويت اكتب هيك شيء المفروض انت تمنعيني. هلا هيك كتب بتربح؟ ايه بتربح، وبتصور انه مربحها مضمون. يعني اذا وزعوها على الدواوين الحكوميه ومجالس المتصرفين بلموا بقره جحي. اذا كان عمل لك شي كتاب او كتابين من هدول ومن ربح هالكتابين نطبع روايتك، مو احسن ما تغرق حالك بالدين؟ مستحيل انا اكتب شي مو مقتنع فيه، مو استخفافا بمنجزات الوالي ولا بالصدر الاعظم ولا بالعمران ولا بالنهضه اللي عم يدعمها السلطان. لا بس أنا إذا كتبت عن هالشي رح يقولوا لك ها خالد عم يلقلق، بده جائزة سنية، بده خلعة سلطانية. شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ عم طب الذهبات بالشنطة. وإمتى رح تغير لي هالشنتاية اللي معدتة؟ صار يجيني اكتئاب من شوفتها. ليش شبهها؟ الله وكيلك مال اسطنبول والجلد التركي مشهور، بقى من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شي، بس صلي بشوفك حاملة من أيام الخطبة، يعني من 10 سنين. حاجتها خدمة 10 سنين، لو كانت حديد كانت انفنت، حيلة على التقاعد بقى. طالما لساتها عم تقضي غرض ما رح أغيرها، بعدين أنا بتفائل فيها كتير، وشها حلو علي كتير، بخاف إذا غيرتها ينقطع عني وحي الكتابة، بتشرشح بعدين. يعني كان ضروري العذاب لحلب، هلأ بكل الشام ما لقيت دار نشر لحتى تطبعها بحلب. هذا جايب حرف الطباعة جديد، جايبه من فرنسا، بعدين هو الوحيد اللي قبل يطبع لي بالدين. وبشو طالع؟ بالقطار، بشو بدي اطلع يعني؟ وشو جاب القطارات على بالك هلا؟ اطلع بالعرباية. القطار اسرع، بعدين معي مقال لازع، حطيت له رؤوس اقلام وبدي اكتبه بالطريق، قلت لحالي بالقطار ممكن لاقي وقت اكتب. الله يجيرنا من مقالاتك اللازعة، بس ان شاء الله ما تكون متقل العيار وتعملنا مشكلة مثل المرة الماضية. هو بيني وبينك العيار تقيل شوي، انت بتعرفي مو بايدي هالشغله، يعني اصابيعي هي اللي بتحكني. راسك يابس ما في فائده من الحكي معك. يا
يعطيك العافية. أهلين سليم. في محلات القطار حلا؟ في سيدي. الله يرضى عليك. محل واحد بريمو. كرام. عظيم، لسه باقي 10 دقايق. شكرا، يعطيك العافية. الله معك. سهل له طريقه يا رب، يا رب تحميه يا رب. لوين مشوارك؟ على حلا؟ ايه والله. سيران ولا شغل؟ لا والله شغل، عم اطبع روايتي هنيك، روائي انا بكتب قصص. اهلا وسهلا، تشرفنا والله. يا ترى ليش عم تطبع بحلب؟ هنيك الورق أرخص يعني؟ لا مش هيك إنه أرخص، بس إلي صديق حلبي عنده دار نشر وقدم لي شوية تسهيلات. بعدين يا أخي حرف الطباعة هنيك جديد، جايبه من فرنسا الزلمة. يا عظيم، عملت عين العقل. بدي أسألك سؤال إذا سمحت. إيه تفضل. أنا جاي على بالي من زمان أكتب رواية، طاقة براسي هالشغلة. اكتب، مين ماسكك؟ ما حدا ماسكني، بس كنت عم ادور على حدا يدلني على الطريق. اما شي روايه يا استاذ بتبكي دم، كلها ارهاق وتعب وهز بدن. ليش؟ عن شو هي؟ عني انا، عن ماساتي مع هالزمن المر، عن معاناتي بالحياه، عن تجربتي مع هالقدر. محسوبك تعذب كتير بحياته يا استاذ. لك يا سيدي كلياتنا تعذبنا. ايه بس انا عذابي غير شكل، مشان هيك سميت حالي أبو عذاب. اتشرفنا. بس قبل ما أكتب وأتعذب بدي أسألك. ايه تفضل. هالشغلة مربحة يا ترى؟ يعني إذا كتبت قصة حياتي رواية وبعتها بالسوق بتربح؟ حضرتك شو بتشتغل؟ تاجر صواني. أنا من رأيي بلالك ياها هسوسة أحسن لك. وين شنطة؟ وين شنطة؟ أنا شنطة؟ شنطة شنطة صغيرة لونها بني، هلا كانت هون. ليش شو فيها؟ شنطة ما بعرف، شنطة شنطة صغيرة فيها الرواية، ذهبات الرواية. أصلي جنى عمري دور منيح. الله يرضى عليك. قوم. إيه يا عمي ما في شنطة. لك شنطة كانت معي هون، شلون ما في؟ لا تطير لي عالي أنت الثاني يا أبو عذاب. دور دور على هوا ما بتذكر. وقت إجيت أنت ما كان في بإيدك شنطة. لك شلون ما كان بإيدي شنطة؟ لا تطير لي عالي أنت الثاني. الله يرضى عليك. وين بدك تروح يعني؟ لك يا شباب يا عالم يا هاي وقف القطار. شو الوقف القطار؟ شو القطار عربي؟ ما بقدر يا عمي ما بقدر، انت مالك حاسس فيني يا ابو عذاب. شو الحكي هذا مصدي؟ انت ما تجيش يا شباب. يا عمي طول بالك. وين بدك يا عالم؟ الله يعينه على هالعذاب. وقفوا لي القطار، وقفوا لي القطار يا شوفير. لك يا شوفير، لك وقف ترجمة
مرحبا يا اخي. اهلا وسهلا. شفت لي شنطه صغيره الله يرضى عليك؟ انا شنطه صغيره كانت معي لما اجيت قطعت من عندك تذكره لحلب. شو ما تذكرتني؟ شو بدي اتذكر؟ لا اتذكر شنطاي بالنيه كاحتي. ما شفت شيء، اعطي دور لغيرك. يا شباب يا شباب، حدا شاف منكم شنطاي صغيره؟ كيف شكلها؟ شنطاي صغيره، شنطاي ايد صغيره الى سحاب مع جناب. شو لونها؟ بني محروق. هو مو مبين لونها لانه كاحتي. شو حاطط فيها؟ شوية ذهب رشادي جنى عمري. قديش يعني؟ يعني شو 20 رشادية؟ شفتها أنت؟ لا والله ما شفتها. لكن ليش كثر هالأسئلة؟ العمى ضربك؟ ما في شيء مشان إذا لقيناها نقلك. تعال لك يا أخي. نعم. عملت تنظيفات؟ لقاها برا. لقاها برا؟ عملت تنظيفات شنطة صغيرة؟ شنو كثير؟ أهلين وسهلين. يا حباب. اهلين وسهلين، الله يعافيك. امور اولاد الحلال قالوا لي انك لقيت شنتايه جلد صغيره. مزبوط، لقيتها جوا بقاعه الانتظار. هي الك؟ لونها بني كاحت الى سحاب مع جنب، مو هيك؟ مزبوط، هاي هي. خي الحمد لله، الف شكر لك يا ربي. لما كنت الا لمرتي انه انا بتفائل بهالشنطه ما كانت تصدقني. يعني لو كنت مشتري شنتايه جديده كانت ضاعت. يا سيدي الحمد لله، الف مبروك. لقيت الشنطه، ممكن تعطينا حلوان؟ اي على عيني وراسي، تكرم، تستاهل انت. يسلموا دياتا. تفضل حبيبي. شكرا لك. وين الشنطه هاتها؟ الشنطه مو معي والله. وينك؟ سلمتها لمدير التنظيفات، واقف هنديك الناح. يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله معك، شرفت. يعطيك العافيه يا حباب. اهلين وسهلين. كملوا شغل يا شباب. حاضر. يلا يلا. نعم يا اخ. دخيل عينك، الشنتايه يلي لقاها العامل على المقعد الي، قال سلمكم اياها. صحيح، انا استلمتها. وكون على ثقه، ما بدي عنا غرض، لانه هون نحن حريصين على اغراض المواطن اكثر منه. على كل حال الف مبروك. الله يبارك فيك. ايدك على الحلوان. ايه تكرم عيونك، تستاهل. تفضل. وين الشنطه؟ الشنتايه مو عندي. سلمت لباش كاتب الاستعلامات حتى اخلي مسؤوليتي من الامر. روح راجعه. حول ولا قوة الا بالله. لباش كاتب الاستعلامات. خلصتوا يا شباب؟ يلا خلصنا. يلا بسرعة شوي. مرحبا يا اخ. اهلين. حضرتك باش كاتب الاستعلامات؟ نعم. قال الشنطة وصلت لعندكم. مضوع شنطة يعني؟ اي والله، شنطة بالنية كاحتي الى سحاب مع جناب. لحظة لشوف. فيها مصاري مو هيك؟ ايه فيها مصاري. ايه. اسف كثير، مو عندي. شلون مو عندك؟ مدير التنظيفات قال انه سلمكم اياها وبالعلامه اخذ مني حلوان. مزبوط، سلمني اياها، بس انا ما بخلي عندي مصاري، انا مختص بالمفقودات العينيه بس، يعني شنتايه اواعي، كتاب، علبه حلو، اطرميز مونه، هيك شغلات بس. والمصاري اختصاص مين؟ لا تبتهج كثير استاذ، شنتايتك انوجدت ونحن حريصين على المفقودات حرص شديد، ما بيضيع عنا شيء، كون مطمئن، المهم انك لقيت الشنطه وان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، شرف. وهي حلوان الشنطة. لوين بدي روح هلا؟ لعند مدير الصالة بالذات، شنطايتك صارت عنده. شكرا حبيبي، شكرا، يعطيك العافية. شو مواصفات الشنطة قلت لي؟ شنطة بنية كاحتة، إلى سحاب مع جنب. إيه مزبوط مزبوط، فيك شيء. اطمن أستاذ اطمن، نحن عنا هون بالمحطة ما بضيع شيء. ليش؟ لأنه موظفيننا معودين على الصدق والأمانة، والمسافر عادة بيكون ملهوش، بيلحش أغراضه هون وهون، ونحن شغلتنا نلملم من وراء، شو بدنا نسوي يعني؟ هيك شغلتنا. الله يعطيكم العافية، عم تتعبوا كتير، فعلاً إنكم عيون سهرة على أغراض وشناتي المواطنين، الدرع حصين أنتوا، شو ما عمل الواحد ما بيقدر يكافيكم. بقدر أستلم الشنطة؟ إيه على عيني، بس أنا الشنتاية طلعت من عندي. طلعت؟ لوين طلعت؟ شلون خليتوها تطلع؟ طول بالك استاذ، طول بالك لحتى فهمك. انا لما استلمت الشنتاية ايقنت دغري ان لحدا من المسافرين. نادينا عليك 3 مرات، ما حدا سمع، ما حدا رد. وين كنت حضرتك؟ بجوز كنت جوا بالقطار عم احكي مع واحد اسمه ابو عذاب، مشان هيك ما سمعت. طيب اذا انت كنت ملتهي بالحكي مع ابو عذاب، نحن شو دخلنا؟ اخي المهم هلا وين صارت الشنطة؟
أنا لما ناديت وما حدا رد علي سلمت أصولا للكراكون، ليش؟ لحتى أخلي طرفي من المسؤولية، مو ناقصني وجع راسي أخي أنا التاني. يعني هلا أنا روح على الكراكون؟ إيه هلا روح على الكراكون، بتلاقي شنطتك عم تستناك هنيك مع أحد رجال الدرك. شكرا كثير، كثر خيرك، شكرا، يعطيك العافية. أهلين، الله معك. مرحبا مدام، يعطيك العافية. أنا مدير النشر بحلب، تأخر علينا الأستاذ خالد. إيش ما بده يجي يستلم روايته؟ اليوم الصبح طلع من الشام، أوه كتير منيح، وإن شاء الله معه المصاري. ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا مدام، أسفين على الإزعاج. يا عاصم لخيو. أيوة أستاذ. إذا بتريد خلي الشباب ينزلوا رواية تحت الجسر من على السقيفة. عراسي أستاذ. 18 19 وهي 20، هدول 20 رشادية. رشادية تنطح رشادية. خذهم واعمل لهم ضبط ودخلهم على الكراكون برسم الأمانة. حاضر سيدي. يلا خذ حطهم بالشنطاي. في ورقة بالشنطة. هات لشوف، بلكي فيها عنوان صاحب الشنطة. اسمع اسمع شو مكتوب. اسمع: إن جناب الوالي المعظم أعزه الله رمز مشرق للبلاد، هو النظام المستقر والدستور الآمن، هو الأمل المرتجى للوطن الكبير، هو ورجاله المخلصون الشرفاء الذين يفدون الوطن ويفدونه بأرواحهم، والذين تخرجوا معه من الأستانة وساروا برفقته على الدرب الصعب، وكل ما عدا ذلك من بطانة عثمانية فاسدة وحاشية حاقدة ووجوه مرائية من بعض الأعوان المنتفعين وبعض التجار المنافقين وبعض المسؤولين المرتشين والمطبلين والمزمرين لمنافع شخصية وليس لأهداف وطنية، فهؤلاء يجب خوزقتهم على الخازوق وحبسهم في أقفاص تجول السوق ليتفرج عليهم الناس ويتعظوا. العبا شو ها؟ خير جواد بيك؟ شبكم مثل اللي نغزتهم سلة تحت باطه؟ معلوم، يخرب بيته، هذا عم يحكي علينا. ها لك عم يجيب معدل العصبليين. أنا بفرجيه، أكيد رح يجي يسأل على الشنطة هون، وساعتها رح فرجيك شو بدي أعمل فيه. قسما بالله لحطه بالحجر وأعمل من جلده دربكات وأسعاله بالنفي على ديار بكر. قسما عظما لأعمل من لحمه وكبه هبرة. يمينا مغلظا بمجرد ما أمسكه بدي أحبسه بسجن الدم حتى تنشف عروقه ويهرهر لحمه. لك تعدمني أمي إذا فات على هالكراكون غير إجلده 700 جلدة حتى يتفزر جلده ويتكسر عظمه. لك ما بكون جواد بيك السعدلي إذا ما نسيته حليب. صباح الخير. صباح الخيرات. ولك امتى بدك تصلح لنا هالحنفية؟ ليش بها؟ ما بعرف، رجعت تنقعد. اصبح بس ارجع الظهر بغير لها الجلدة، هلا مالي فاضي، مستعجل شوي. يعني فعلا صار بينطبق علينا المثل. انو مثل؟ قال اسكافي حافي والحايك عريان، يعني جوزي بيشتغل بالتمديدات الصحية وحنفيته عم تشر. خلاص خلاص ولا يهمك، الظهر بصلح لك اياها. الو. ايه اهلين يا اخي. ايه لحظة شوي.
هذا واحد اسمه كاظم من طرف رسمي بيك. لي علينا لي له مو هون. نعم يا أخي. والله طلع يا أخي ما بعرف. ما بعرف وين راح. الله معك، مع السلامة. ولك ليش ما بدك تحكي معه؟ صار متصل 3 مرات. ما بدي رد عليه، هذا واحد سئيل. ليش مين وهاد؟ واحد بيشتغل بفيلة رسمي بيك. ومين هاد رسمي بيك؟ هلا ما عدتي تعرفي رسمي بيك من وها؟ والله نسيت. رسمي بيك واحد من المسؤولين المهمين بالبلد، وعامل ضوء أخضر لحاله، وعلى طول شاعله وطاحش، لا بيهمه قانون ولا بيعرف الأصول، وكل همه يشتغل بتخويف العباد والتحكم برقابهم. هلأ طالما صحح له كل هالشي، ليش عم يشتغل بالعباد؟ شو بيعرفني؟ الخلاصة هلأ، شو بده منك هذا كاظم؟ قال بده روح صلح رشاشات الجنينة عند رسمي بيك. وليش لحتى ما تروح؟ لك يا سميحة، الجماعة كتير بخلها، بزمان اشتغلت لهم أكثر من شغلة، ما عطوني إجرتها. يعني هيك صخرة؟ ايه صخرة. لا وكمان بيحملوكي منية إنك عم تخدميهم، يعني عم يمنحونك شرف كبير. الله وكيلك، المرة الماضية صلحت لهم حنفيات الحمام، لا عطوني إجرة ولا حتى حق قطع التبديل اللي جبتهم من الدكان من عندي. معقول؟ ولك شو هالعالم هدول؟ مثل ما عم قلك، كاسة شاي شو قيمتها؟ ما بيقدمولك، وبعد هالشي بدك يعني روح. لك الوه 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 عليهم. وين بتحب تشرب القهوة سيدي؟ لك شو ما بتفهم انت؟ ليش سيدي؟ ما بتعرف اني انا محمي من القهوة من اول اسبوع؟ عفوا سيدي، يعني انا كنت اجازة. لك ليش ما بلغته بالتعديلات على برنامج الصحي يا اسعد؟ سيدي انا هلا ما شفته. بتبلغ جميع العناصر بيشتغلوا عندي بالفيلا بالتعديلات، مفهوم؟ امرك سيدي. وهلا شو البرنامج ذكرني؟ سيدي هلا عندكم نص ساعة يوغا بالجاكوزي مشان تشموا اكسجين نظيف وتفكروا منيح. معك حق، مخي مكربش هاليومين. يا كاظم، خير سيدي؟ في شي؟ لك ليش عم تسوق بالخراطيم ما عم تسوق بالمرشات؟ المرشات خرباني وما عم تشتغل سيدي. وليش ما صلحتوها؟ خبرنا المصلي عديت مرات وما كان يجي. لك شو خبرته ما اجا؟ شو الشغلة على كيفك وكيفه؟ مو حرام الحشيش الاخضر الحلو يصفر ويموت؟ لك انتم ما بتخافوا الله؟ ما بتخافوا الله؟ كاظم؟ نعم سيدي. شبك كاظم؟ فورا بتروح بتشحطه للمصلح وبتجي لهون فورا. امرك سيدي. لك شغل يا اسعد شغل. وينو صاحب محل؟ مين أبي؟ شو بيعرفني وينو؟ راح يصلح فواش هلا بيجي. ها ليك اجا. شو يا باشا؟ ليش ما عم ترد علينا؟ كم مرة بدنا نتصل فيه؟ الحق معك، بس صدقني مشغول شوي هالكم يوم. ايه امشي بلاك الهوا، امشي قدامي. لوين بدي امشي؟ بدك تصلح المرشات ببيت رسمي بيك، الحشيش راح يخرب. اي على عيني وراسي، تكرم عيونك، اسبقني وانا بالحق. لا سيدي ما حذرت، امشي قدامي وانا بالحقك. يلا. طيب شو عليه؟ كمان بيصير اخي. بابا اذا ما اجيت الظهر انا على الدكان سكر وروح على البيت، لا تنطرني لارجع. يلا خلصنا. لك شو القصة؟ سيدي خلص الوقت. بتصدوا ما حسيت بنوب؟ صبور يا سيدي، يخزي العين عنا.
ممتاز. الضغط 8 على 12 ونبضات القلب 74. الو مطبخ، جيب الحليب العسل بسرعة. ايه يلا بسرعة. ايه وشو خطوات الثانية هلا؟ سيدي هلا لازم تخزنوا حريرات، يعني تشربوا حليب وعسل، لأنه عندكم رقد 3.5 كيلومتر. تفضل سيدي. بدي اقول لك على سر يا اسعد. تفضل سيدي. عم فكر السنه اشترك بسباق الضاحيه، شو رايك؟ إيه ليش لا يا سيدي، ما شاء الله وكان صحتكم مثل الحديد. بعدين سيدي يعني اذا انتم اشتركتوا بسباق الضاحيه اكيد رح تطلعوا الاول، لانه سيدي يعني بقصد ما حدا رح يسترجي انه يس... يعني حصاني يلي هو بهيمه لا راح ولا اجا طلع اول بالمهرجان، انا كمان ما رح اطلع الاول؟ بعدين انا ما بتهمني النتائج، بتهمني المشاركه وبس. انتوا طول عمركم متواضعين سيدي. يلا انا جاهز. على مهلكم سيدي، لا تقلعوا بسرعه ما بينفع. يلا سيدي على مهلك عشان الالف. يلا مرحبا دكتور عاطف، كيفك؟ والله يا دكتور رسمي بيك صار معه حادث. يلا نحن جايين جاي على الطريق، على الطريق نحن، بس ليك جهزوا غرفة اسعاد بسرعة. ماشي مع السلامة. على مهلك على مهلك اسعاد، على مهلك على كتفه. سيدنا من هون بسم الله. على مهلك على مهلك. تكي على شمالك. الله لا يعطيك العافيه، والله لا خليك تخبل حبوس والله. قوم. الو اعطيني المحقق يا ابني. مرحبا سياده المحقق، انا سليم كرمش. سيدنا والله بكم تبعثوا لنا دوريه لحتى تاخذ مجرم مشبوه تجرع وعفس رسمي بيك على الطريق العام. الله لا يعطيه العافيه. لك شو اعمال كتفي يا قاسم. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. قاسم تفضل. تفضل سيدي. الله يسلمك ولا يورجيك مكروه. الحمد لله الله قدر ولطف. مع السلامة. الله معك. رسمي بيك. ألو نعم. أهلا أهلا. الله يسلمك. لا والله موتور. إيه مسكوه مسكوه. ولا والله يخليك. مع السلامة. رسمي بيك انت. الحمد لله على السلامة رسمي بيك. الله يسلمك دكتور. طمني شو صار معي؟ يا سيدي اطمن. عندك رد خفيف على صابونة الرجل اليسرى. وخلع بسيط بالكتف. وشلون بدي وقع معاملات الناس هلا؟ شلون؟ معكن حق. لانه ايدكم بدها شي 10 ايام استراحه على الاقل. بس بهالطريقه رح تتعطل مصالح الناس. وما في حدا ينوب عنكم بالتوقيع رسمي بيه. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ انا ما بسمح لحدا غيري يوقع بنوب. بنوب ما بسمح. وامتى بتحبوا تطلعوا من المستشفى؟ حدد الوقت ونحن بامركم رسمي بيه. لسه في شي خطوره على حياتي؟ لا 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 ابدا. معناه جاي على بالي اطلع بكره. ايه مثل ما بتأمروا، بس لازم ترتاحوا 10 ايام على الاقل. ها
بتعرف انه رسم بيك اخذ اجازه مرضيه 10 ايام، ما هيك؟ سلامته يا سيدي، سلامته. وبتعرف انه مصالح الناس تعطلت وخسرنا خبره رجل خبير ومكافح ل 10 ايام. ولي على قامة قلبي عليه، ولي على قامتي، ما بيستاهل يا سيدي، والله ما بيستاهل. انت لازم تشكر ربك انه رسم بيك ما تأذى، ولا كانت شغلتك صارت كبيره كبيره ايه كثير. ايه مزبوط، الحمد لله والشكر لك يا رب، يا ربي الحمد لك والشكر. هات لشوف، احكي لي بالتفصيل شلون صارت الحادثه. يا سيدي كنت رايح على فيلا رسمي بيك مشان صلح مرشات الجنينه. ومين طلب منك هالشيء؟ المدعو كاظم الذي يعني اللي بيشتغل عند رسمي بيك. كمل. اجى زلمه لعندي على الدكان واخذني يا سيدي. وليش رحت على الموتور تبعك؟ ما رحت مع السيد كاظم؟ لانه لا لم استطع، يعني ما حسنت بسبب اني واضع العده على الصندوق المتواجد على الموتوسيكل سيدي. يعني ما كان عندك نيه مبيته تصدم رسمي بيك؟ اعوذ بالله يا سيدي، شو الحكي؟ الله لا يضر مخلوق. انا اذا شفت نمله بالطريق بحيد عنها حتى ما افحصها. حلو، وقديش كان سرعتك لما صدمته؟ يمكن شي 20 كيلومتر سيدي. مو صحيح يا ابو حمزه، انت بلشت تكذب هلا، سرعتك كانت اكثر من 100. اعوذ بالله سيدي، شو 100؟ ميتيري موتير، موتوري قديم ومهرهر واعلى سرعه فيه دوب يعني 40 كيلومتر. مو صحيح يا ابو حمزه، مو صحيح، الموتوسيكل محجوز عنا بالمستودع وسرعه العداد تبع واقفه على 100. شو قلت لي بتشتغل انت؟ تمديدات صحيه وتصليح. تمديدات صحيه يعني تصليح حنفيات وبلاليع وسيفونات ولازم منه، ما هيك؟ نعم سيدي، نعم. ها هي الخدمات الجليلة اللي حضرتك مقدمها للبلد؟ والله يا سيدي هذا اللي طالع بإيدي. أنت بتعرف هذا الرجل يلي رضيت له صابونة رجله وخلعت له كتفه، شو مقدم خدمات جليلة لهي البلد؟ طبعا ما بتعرف ولا بهمك تعرف، المهم تعفسه بس. اللي لشوف مين هن رفقاتك؟ الله يسلمك، الله يسلمك، ولك الله يسلمك يا حبيبي. الإنسان بيتعرض لمحن ومخاطر كثيرة، وخاصة المسؤولين بالوطن العربي أمثالنا. شو بدنا نساوي؟ هيك قدرنا ماشي، وهو كذلك. الله معك. رسمي بيك كنا نحن. الو، اهلين ابو نضال. لا لا تتاخروا، اعلنوا عن المناقصه ضمن الشروط اللي حطيتها لك. ايه بالجريده الرسميه يا حبيبي؟ نحن وين بنعلن يعني؟ وينك؟ قل له لجهاد يعمل لي جدول الصرف ويجيب لي اياه. مع السلامه. مع السلامة سيدنا. الله يسلمك. عيد بريد. هات الألم، هاتوا لهون يا ابني. شايفين يا جماعة شلون عم مشي الشغل رغم حالتي الصحية المتردية؟ الله يعطيك العافية يا سيدي ويطول بعمرك يا رب. المسؤولية صعبة كتير يا جماعة، كتير صعبة، وأحيانا بحس أنا معلق برابتي مثل جرن الكبة الحجر، تعرفوا مو هيك؟ شو أخبار الشغل يا توفيق؟ ماشي رسمي بيك، كله تمام بإذن الله، بس طبعاً مو مثل إذا كنتم موجودين سيادتكم. أكيد أكيد، بس الله يشهد إنه الكل مشتاق لكم وعم يسأل عنكم، ولما دريو إني جاي لعندكم رح يقتلوا حاله ليجوا معي لعندكم. هانت هانت، كل أسبوع زمان وبكون عندكم. برونا سيدي. الله معك. معافى إن شاء الله. الله لا يوفق اللي كان السبب. صحيح، شو صار في هذا المجرم؟ سيدي عم بيحققوا معه. بتعرف انه كل الحق عليك يا كاظم؟ انا سيدي؟ ايه انت، مدري من وين بتلملم هالناس وبتجيبها على الفيلا تبعي. المفروض انك تتأكد امنيا من هذا الشخص قبل ما تدخله على الفيلا. سيدي عفوا، بس هي مو اول مرة بجيبه فيها على الفيلا. ولك يا كاظم، يا كاظم، المتآمرين ما بيكشفوا عن نواياهم بسهولة. على كل حال وقبل كل شيء لازم نتأكد من الدوافع الحقيقية لهذا الاغتيال.
شخصية يا ترى ولا في مؤامرة خارجية؟ اسمع منيح يا أبو حمزة، ثبت للتحقيق بأنك صدمت رسمي بيك عن سابق قصد ولأسباب شخصية. ولا تستغرب، نحن أسألنا زوجتك وأكدت بأنه أنت بتكره رسمي بيك لأنه أكل عليك الأجرة كذا مرة. لك معقول هذا الحكي؟ معقول؟ لك أنت مين؟ أنت مين لحتى تطالب رسمي بيك بالأجرة؟ معقول؟ لك أنت لازم تحمد ربك اللي سمح لك تفوت على الفيلا تبعه. لك هذا شرف إلك، شرف إلك ولعائلتك. ولك أنت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفية؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بلوعة؟ رجعوا. قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفيه؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بلوعه؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ شو قدمت؟ ولك انت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ هدوء هدوء. تفضل كمل يا محامي الادعاء. شكرا سيد القاضي. هل يسمح لي سيد القاضي ان اسال المتهم سؤالا واحدا فقط؟ شو اللي قدمته انت وامثالك لهالوطن قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ سيد القاضي، ان موكلي لا يريد الاجابه على هذا السؤال. سجل انه ما رضي يجاوب عن السؤال. سيد القاضي، بتسمحوا لي جاوب انا على هذا السؤال؟ تفضل. سيد القاضي، عفوا سيد القاضي، أنا أكثر من مرة سألت هالسؤال، والحقيقة يا حضرات القضاة أنا لا بدي استدر لا عطف ولا شفاء، أنا بدي جاوب على سؤالكم وبس. أنا مواطن كادح وبسيط، ويلي قدمته قدموا قبلي ناس كتار، ورح يقدموا من بعدي ناس كتار كمان. جدي يا سيادة القاضي قاتل مع الشريف حسين بالثورة العربية ضد الأتراك، ومشي من الحجاز للشام وهو رافع العلم العربي. أبي يا سيادة القاضي اشترك بالثورة ضد الفرنساوي، وقدم للسوار بيته وماله وانحبس أكثر من 3 مرات. أخي الكبير تطوع بجيش الإنقاذ وراح لتحرير فلسطين واستشهد جنب صفد. أخذت البكالوريا وما قدرت كمل جامعة، واضطريت أشتغل حتى ربي إخواتي الصغار. ولما أخذوني على الجيش ضليت 2.5 سنين على الحدود عم بحرس الوطن. ولما تسرحت دورت على وظيفة مناسبة ما كنت لاقي، وتسكرت بوشي جميع الأبواب. فاضطريت وقتها أشتغل دهان ومبلت، سائق تاكسي، ناطور، بياع خضرة، معلم. ولما حاصرني الجوع بالوطن أنا وأخواتي وأمي المسكينة سافرت على الخليج وطحنت هديك البلاد من عمري 7 سنين يا سيادة القاضي. 7 سنين رجعت بعدها حتى رمم روحي وجسمي وأسرتي يلي تعبت، وفتحت هالدكان. وكل ما بفتح الصبح بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، والحمد لله عم تجيني رزقة عم انستر فيها. وبالمقابل ومشان كرامة الوطن وقوته مثل ما بتقولوا انتو، عم نسكت على كل شيء، على الغلاء، على الفساد، على الرواتب السخيفة، وعم نقول ما بعد الصبر إلا الفرج. وربينا أولادنا على الأمانة والاستقامة والكرامة وحب الوطن والحرية وفلسطين والشهداء. ومهما تعبنا يا حضرات القضاة نحن مستعدين نقدم روحنا للوطن، دمنا للوطن، عمرنا للوطن، أولادنا للوطن. وأنا يا سيادة القاضي ويشهد ربي علي، البلد اللي عايش فيها بحبها، بحب ميتها، بحب هواها، غيمها، شتاها، مطرها، بردها، حرها، بحب هالبلد يا سيدي، بحبها بعشاء، بموت بترابها. بس خايف يا حسرتي يكون هالحب من طرف واحد يا سيادة القاضي. بقى عرفتوا يا سيدي شو هو الوطن بالنسبة إلنا وشو قدمنا نحن معشر البسطاء الفقراء للوطن؟ خلص حكي؟ فضيت جرابك؟ نعم يا سيدي. بس هذا كله ما بطلع شيء قدام اللي قدموا رسمي بيك للوطن. مزبوط، ما بيطلع شيء قدام اللي قدمته للوطن. تفضل أرجي الكتاب لسيادة القاضي، خليه يقرأ شو قدمت للوطن.
تفضل يا سياده القاضي، تفضل اقرا. بترجاك يا حضره القاضي لا تقرا، لا تقرا ارجوك. انا بعرف والناس كلها بتعرف شو قدم للبلد. من 20 سنة كان رسمي بيك مدير مصنع صغير، وجاب قطع تبديل لهالمصنع ب10 ملايين ليرة. بس للاسف يا سيدي طلع بهالصفقه غلطه صغيره، وهو انه هالقطع ما بتلزم لهالمصنع، ولسات لحد هلا مكبوبه بالبريه تحت الشمس مع انقاض المصنع، واكلها الصدى والنسيان. استلم يا سيدي رسمي بيك بعدها مسؤول ميناء صغير، قام صار يهرب عن طريقه للوطن بضايع ممنوعه وسلع بلا جمارك. ولما سلموه بعدها الله يعزك ويعزه مدير شركه كبيره، اول شيء سوا قلع من الشركه كل شخص فهمان او حامل لقب دكتور، وقرب منه الوسطة والسماسرة والمنافقين ويلي شاطرين بتزفيق. ولما خسرت الشركة بالصدفة ويا سبحان الله احترقت مستودعاتها يا سيدي وضاعت الطاسة، وطلب فوق منها يخدم البلد بالخارج، صار ملحق ببعثة دبلوماسية، ويا دوب استلم وظيفته يا دوب بلش يهرب بالحقيبة الدبلوماسية أموال البلد، وعمل السفارة مركز لتبديل العملة وكتابة التقارير. ولما رجع على البلد سالم غانم الله يعزك ويعزه بنى مصنع كيماوي على كتف النهر، ولوث فيه الأرض والمي والهواء. بس كلمة للتاريخ والحق يقال، رب لخدمة الوطن 4 أولاد، واحد هرب آثار البلد التاريخية لبرات البلد وقبض عليها ملايين الدولارات، ولما فاحت ريحته هربوا رسمي بيك لأمريكا. والثاني ولد سرق ختم والده وباع وزور عشرات الوثائق يلي خربت بيوت ناس وعالم وقلبت الحق باطل والباطل حق، ولما فاحت ريحته هربوا الوالد على بلاد العم جورج. والولد الثالث له هوس بالسيارات الحديثة المودرن، وكل ما لمح سيارة حلوة بيتعقد المسكين وبيبعت زلمه حتى يسرقوها ويهربوها ويبيعوها، وإذا ما قدروا يسرقوها بيحرقوها يا سيدي. ورسمي بيك مشان يفك عقدة هالولد قرر يفتح له معمل سيارات برا، لأنه بالبلد ممنوع مشان حماية الاقتصاد يا سيدي. والرابع يعني الشاش لبطون ضل هون بالبلد وحالف يمين على المصحف الشريف، كل ما حدا نوى يفتح معمل أو بده يساوي شركة أو يستورد أو يصدر لازم يكون شريكه لازم. بقى شايف يا سيادة القاضي شو قدم رسمي بيك للبلد؟ شايفين يا سيدي شلون عم يخدم الوطن هو وأولاده؟ هو وأولاده، هو وأولاده. هيه قول أشوف وين أنا؟ على شط البحر. غريب، شفت حالي محكمة. لا حيتروح على المحكمة، طول بالك قوم تحرك، قوم المعلم بده اياك، قوم. طيب بدي بشرك يا ابو حمزه، رسمي بيك بكره راجع على الشغل وبده يتابع مسؤولياته، وبهالمناسبه قرر يعفي عنك. يعفي عني بس على شرط. شو هو؟ هذا الكتاب من 1000 صفحة، هو يعني فيه لمحة عن حياة وكفاح كبار القادة الثوريين في العالم. المطلوب منك يا أبو حمزة بس تحفظ هالكتاب بصم. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في قرية محرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في قرية محرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو
طب فايز. احترامي سيدي. الحقني لمكتبي. حاضر سيدي. شوف يا ابو فايز، انا اليوم بعد الظهر نازل بمشوار ضروري على العاصمه، وبدي منك تدير بالك على المخفر بغيابي. ولا يهمكم سيدي ولا يهمكم. ليش في بالعاده مقصر؟ يعني ما بدي ولا عنصر ينزل قبل ما ينتهي الدوام، مو اذا غاب القط العب يا فار. لا 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 سيدي ولو، معقوله يعني؟ وبدي منك كمان تيجي بعد الظهر تعمل كبسه على العناصر المناوبه حتى ما يفركوها ويهربوا. ليش رح تتاخروا لبعد الظهر سيدنا؟ والله ما بعرف، يمكن نتاخر، يعني على هوا ما يخلص الاجتماع. ليش عنكم اجتماع سيدي؟ اي نعم، اجتماع لكل الضباط مع رئيس المخافر والدوريات الجديد. عم بيقولوا يا سيدي انه شديد كتير وما عنده يا امي ارحميني. يا ترى مزبوط هالشي؟ ايه والله مزبوط، وانا سمعت عنه نفس الكلام. على هوا ما سمعت يا سيدي قال ناوي يعمل تعزيلة مرتبة. تعزيلة شو؟ يعني حملة تغييرات مرتبة بكل السلك تبعنا. شو علي؟ يا ريت، احسن واحسنين. اصلا نحن من زمان لازمنا معلم مثل ابو سامي، بركي بيرجع لنا هيبتنا شوي. ليش شو بها هيبتنا سيدي؟ شو بها هيبتنا؟ ما بها شيء، مثل الليره. بدك شيء من العاصمه؟ سيدي عفوا، ممكن تجيب لنا معك كيلين كنافه حلوان الشرط اللي ربحناه منكم بلعبه الطاوله اول امبارح؟ اذا ما فيها سئله. لا حبيبي فيها سئله، بعدين الكنافه بتضرك. شو نسيان انه معك سكر انت؟ لا سيدي ماني نسيان، بس عم يقولوا انه صار في بالعاصمه كنافه دايت. هو اذا بدنا نلحق الدايت كل شيء بالعاصمه صار دايت، لك المسؤولين صاروا دايت، لك النسوان صاروا دايت. تحريشة. الله معكم سيدي، الله معكم. كيلاني. نعم سيدي. جاهزة سيارة برا؟ جاهزة سيدي. كل شيء معي لشوف. طلبتكم اليوم يا شباب منشان تتعرفوا علي وتاخدوا فكرة عني وعن اسلوبي بالشغل. انا ابو سامي، ويلي ما بيعرفني يروح يسأل عني منيح، لانه كل انسان له صيت ومسموعيات، وانا اشتهرت بين الجميع انه ممكن اتهاون بكل شيء الا بشغلة وحدة مو ممكن اتهاون فيها. تعرفوا شو هي؟ الانضباط والالتزام بالقوانين. وللعلم انا قبل ما اجي لهون كنت مستلم فرقة العناكب، وياريت تسألوا زملائكم بفرقة العناكب عني. على سبيل المثال اذا مر ضابط زورت بدنيا امام ضابط زورت بعليا وما اداله التحية العسكرية النظامية كانت زجه بالسجن 16 يوم. ويا ما رفقاتكم بفرقة العناكب اكلين مني 16 و17 لحتى شبعانين. وطبعا القيادة ما جابتني لهون إلا لحتى مشي الإدارة على الصراط المستقيم وأضبط فيها الأمور ورجع لمعناها الحقيقي. يعني أنا ما جابوني لهون لسواد عيوني أو لحتى يشوفوا طولي وعرضي. سيدنا نحن واثقين أنكم قد هالمهمة وقدود. شكرا. وطبعا أنتم ملاحظين أنه بريقنا بالفترة الأخيرة خف شوي وصورتنا قدام الناس غبشت وعلاها الغبار، ولهالسبب نحن هلأ بدنا نرجع ثقة الناس فينا وندعم صورتنا عند المتشككين. عفوا، شو الطريقة اللي رح تستعملوها سيدي؟ الطريقة بسيطة جدا وفارضة نفسها، ألا وهي تطبيق القانون على الجميع وبلا استثناء، على الغني قبل الفقير، وعلى الكبير قبل الصغير، وعلى المسنود قبل المعتر، وعلى صاحب النفوذ والسلطان قبل المقطوع من شجرة، وعلى القوي قبل الضعيف. ولازم نحط بين عيوننا انه ما حدا فوق القانون مهما علت رتبته ومهما كان وضعه، والقانون فوق الجميع. واضح هالكلام؟ واضح سيدي. طبعا. ويلي بتمناه منكم انكم تتقيدوا بالتعليمات وتنفذوها بحذافيرة، وما بدي حدا منكم يتردد او يخاف مهما صار عليه ضغوطات. واذا صار على واحد منكم ضغوطات لا سمح الله، ما عليه إلا يشيل التليفون ويتصل فيني فورا وأنا راح أتصرف. هذا كل شي عندي. تفضلوا هلا على شغلكم.
يعني القانون بده ينطبق على الجميع من دون استثناء، على الغني قبل الفقير، على ابن الجاه وصاحب العزوة والنفوذ قبل الدرويش والفقير، على القوي قبل الضعيف، على الكبير قبل الصغير، على المدعوم والمسنود قبل المقطوع من شجرة. ولازم نحط بين عيوننا كلنا انه ما حدا فوق القانون مهما عليت مراتبه ومهما كان وضعه. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم سيدي. عظيم جدا، صرفوا على اشغالكم. شو بايسان؟ فهمت لي شيء من كل هالحكي؟ لك يا سيدي لا تدقق، هذا الحكي حفظناه على الغايب، راح يطلع من مناخيرنا. شو قصدك؟ قصدي كل ما بيجي مسؤول جديد لعنا بيتشدد له كم يوم وبيشدد علينا وبعدين تفرط المسبحه. بس والله يا ابو هيثم الهيئه هالمره غير شكل. يا سيدي ان شاء الله تكون غير شكل. شو بنزعل يعني؟ لا والله ما بنزعل. الو الو، ايه المكفر معك؟ علي صوتك يا ابني ما عم بسمعك. الو شو عم تقول؟ شاب مستهتر عم يشفت بالسياره يقوس على الناس؟ وين هذا الحكي يا ابني؟ وين؟ وين؟ الساحة العامة. ايه طيب طيب. شو عم تقول؟ مثل ما عم قلكم سيدنا، شاب مستهتر عم يعربد ويقوس على الناس وعم يشفت بالسيارة كمان. لا أنا شو الحكيات؟ ليك الأزعر ليك، وين فكره عايشين نحن في شيكاغو؟ ماشي الحال. اسمعي يا أبو هيثم، فورا بتاخذ سيارتين وعشر عناصر مدججين بالسلاح الكامل وبوشك على الضاحيه وبتشحطوا لي هالشب شحط لهون على ملات وشو. يعني نشحطه بالسياره سيدنا؟ لك شو بالسياره يا بني ادم؟ يخرب بيتك وبيت بيتك، منين بتجيب هالافكار المعده انت؟ بتكلب شو بتجيبوه لعندي موجودا؟ حاضر سيدي. اسمع قديش الساعه معك هلا؟ الساعة 12 سيدي. عظيم كتير، الساعة 3 بدي هالشاب هاد هون بمكتبي، هي حسبت لك، ساعة روحة وساعة جاية، وساعة هنيك، بتأديكم ساعة هنيك؟ بتأدي وزيادة سيدي، وإن شاء الله خلال 10 دقايق بيكون بين إيدينا. عظيم جدا، انزل لتحت أنت اجمع لي العناصر فورا. حاضر سيدي. انتوا فهمتوا شو نوعية المهمة الملقاة على عاتقكم؟ فهمنا سيدي فهمنا. انطلق. حكيني إلي؟ إيه طبعا عم بحكي معك، ليش في حدا غيرك؟ رقيب مصعب، حط الكلبشات بإيده وشلحوا الموبايل. زين ولا؟ زين ولا؟ وشباك؟ وشباك يسكرني عاك. لا تطول بالك، شو صار بالدنيا؟ خلاص ولا؟ لا تحكي مع العناصر ولا كلمة ها؟ أنت قد هالحكي هاد؟ شو قصدك؟ اسمع حبيبي، يا ما بتفك الكلبشات من إيدي فورا وبتتركني روح بحال سبيل ويا دار ما دخلك شر، يا اما انت شخصيا بتتحمل مسؤوليه هالشي هاد. العمى بقلبك عم تهددني انت؟ ايه سيدي عم بهددك، لانه اذا دري بابا باللي صار راح يطربق الدنيا فوق روسكم. هيك لك؟ ومين البابا بلا زغره؟ انا ابن ابو عروه. ابو عروه؟ ايه نعم ابو عروه. بقى فك هالكلبشات من ايدي احسن لك. ايه لا يا سيدي ما راح افكها، والقانون ما بيعرف لا ابن ابو عروه ولا غيره. ويكون بعلمك الأيام اللي ببالك منها راحت حبيبي، هلأ القانون بيمشي على الكل، الكبير قبل الصغير، هيك قال نقيب شاهر. ها نقيب شاهر؟ يا قسما بالله إذا ما خليته الرقيب شاهر أنا ما بكون فادي ابن أبو عروة. معلم فادي، معلم فادي خير؟ ليش مكلبشينك هيك؟ شو بعرفني؟ اسأل الشباب الطيبة ليكن قدامها.
عيب عليكم يا شباب تكلبشوه هيك، شو جنيتوا انتو؟ يلا يلا فكوا الكلبشات بسرعة يلا بلا مسخرة. وليش لحتى نفك الكلبشات بقى؟ الهمال حكي بهز البدان. بالظاهر انتو ما عرفتوا هذا من مين ها؟ بلا سيدي عرفناه، بس الأوامر اللي معنا بتقول نشحطوا شحط على المخفر. تشحطوا؟ بسيطة، أنا رح اتصل هلا بدورية المرافقة. ما في داعي يا بشير تتصل بحدا، اتصل بالبابا وبس. يا شباب لبين ما يتصلوا الأخ بالبابا اشحطوا لي على سيارة لشوف اعطوني مكان الرحلة. يلا امشي بالرواق أحسن لك دخيل البابا. امشي غياس، غياس تعال هون سرعة، تعال هون شوف. اعطيني النقيب شاير. الو احترامي سيدي، نحن نفذنا المهمة وقبضنا على الشخص المطلوب وهلا وصلنا عند الحلاق. عظيم جدا، الله يعطيكم العافية، بس ان شاء الله ما يكون صار ممانعة او مقاومة. حلو كثير. ما عم بفهم عليك يا اخي، علي صوتك. ابن مين؟ ابن ابو عروة سيدي. ولك يا ابو هيثم شو ما بتفهم عربي انت؟ نفذ كل شيء قلت لك يا بالحرف الواحد وان شاء الله يكون ابن كوفي عنان. اخي القانون ما بيعرف لا ابن ابو عروة ولا ابن ابو فروة. طبعا ما بدا سؤال المسألة بهيك حالة بتحلقوا له شعراته على الصفر. نفذ مثل ما قلت لك. امرك سيدي. يا رقيب مصعب حاضر سيدي، نزلوا وحلقوا على الصفر. حاضر سيدي. يا ابني نقيب شاهر، الشاب اللي اعتقلتوه اسمه فادي، دليل يا منيح سمعان. الو الو. نعم سيدي، رئيس الدورية ابو هيثم معك سيدي. اللي يا ابو هيثم ضربتوا له شعراته للشاب ولا لسه؟ لا لسه سيدي. لسه؟ ايه عال عال كتير طمنتني. اصبح وينك ابو هيثم؟ اسمع مني شو راح اقول لك. انا فكري يعني شاب بأول طلعته مثل فادي، يعني والله العظيم مو حلوة نكسر شقامته ونعامله بغلاظة، مو حلوة. بقى معليش أبو هيثم، معليش ما في داعي للحلاق على الصفر. شو هو قاتل قتيل؟ احلق له على الرقم 3 بكفي. مثل موضة هالأيام. والله معك حق، بعرف يا أبو هيثم، مزبوط، نحن بدنا نطبق القانون. بس كمان شو عم قول لحالي؟ عم قول والله العظيم الرحمة فوق العدل يا أخي. إيه لكان بقى يلا نفذ الأوامر الله يرضى عليك وتعوا لعندي بسرعة، أنا بانتظاركم. حاضر سيدي. كيف تحب قصة شعرك أستاذ فادي؟ أنت بتعرف قصة أبو فادي بفروتي؟ طبعا. طيب ولا وينك؟ قصلي لي فرزاتشي. فرزاتشي فرزاتشي ايه معلش سايرو فرزاتشي وصلوا فرزاتشي يعني بعد هيك الرحمة قبل العدل ولا شلون اخي مصعب؟ ايه ايه قالوا نعم. احترامي سيدي اهلا وسهلا بكم. نعم نعم يا سيدي على الطريق. لا والله لسه ما وصلت. يا نقيب شاهر اوكم تهينوا لفادو اوكم تحطوا الكلبشات بيدو فمان؟ حاضر حاضر يا سيدي مثل ما بتأمروا. الله معك يا سيدي. الو الو احترامي سيدي. وينك ابو هيثم؟ عم اقول لحالي يعني والله ما في داعي تضل الكلبشة بايدين فادو. ما بعرف يا أخي بس حاسس المسألة كأنه فيها همجية شوي، مو هيك؟ مو فيها همجية؟ لا وخاصة أنه ما رح يسترجع يقرب وأنتم من حواليه. هاي من جهة، من جهة تانية يعني شاب بأول طلعته مثل هاد إيه ما بدنا نعقده ونبهدله ونكسر له شقامته، وخاصة أنه كان عم يضرب رصاص بالهواء وما حدا تصور.
حدا تصوب شيء؟ لا 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 ابدا سيدي، ما حدا تصوب. شفت شلون؟ ما حدا تصوب. بقى معلش ابو هيثم، فكوا له الكلبشه. اي فكوها فكوها يا اخي، لا تعقدوها، فكوها بنوبكم سواب. ايه ابو هيثم الله يرضى عليك. ايه معك. نفذ يا اخي الاوامر. الله معك، مع السلامه. رقيب مصعب، فك له الكلبشات. ممكن الموبايل؟ اعطيه الموبايل. واقف واقف، تفضل استاذ تفضل. احترامي سيدي. لا والله يا سيدي لسه ما وصلوا. حاضر حاضر سيدي، مثل ما بتأمروا. الله معك يا سيدي. الو، مرحبا ابو هيثم. اسمع اسمع هلا اسمع اسمع شو راح اقول لك. برضاي عليك، شغلوا له المسجله لفادي. ايه بيكون مل من الطريق، اخطي يعني، اعصابه بتكون تلفت. وينك ابو هيثم؟ الله يرضى عليك، حطوا له الشريط اللي بده اياها. ايه ايه على ذوقه. شو عليه؟ لا لانه شو عم اقول لحالي؟ عم اقول لحالي يا ولد والله الواحد بمل اذا كان الطريق طويل. ايه ايه لانه لك هلا نفذ الاوامر بسرعه. شو بدك بالقصه؟ على عيني. ايه يا فادي، شو بتحب تسمع؟ شو معكم اشرطه؟ في عنا ابو علي البلوداني، صبري مدلل. لك شو الاشرطه اللي معدتي هاي؟ اذا بتحب بننزل نشري لك شريط جديد. ها لا لا معلش، انا ما بحب اسمع ميوزك الا بسيارتي. ايه على عيني ولو. صف على اليمين ابو محيو. الو ابو هيثم، لك اخي وين صرتوا؟ غليتوا لي قلبي يا اخي، ليش قطعتوني؟ لا بس طولتوا كثير. نعم؟ منيح، منيح كثير. وينك؟ بدي منك الله يرضى عليك تسال لي فادو اذا كان جوعان. ما بعرف، بس اذا جوعان اشتروا له سندويشة همبرجر او شيش طاووق مع علبة كولا. ايه ايه، ايه معلشي. ولك انا بحاسبك فيهم. طيب وينك؟ اشتروا له علبة تنك، ها؟ يعني من الغالية. ايه لأنه الأناني عم يجي غازة ضعيف. لك ايه لكن يا أبو هيثم، ونحن كمان قلبنا من الله. يعني شو عم أقول لحالي؟ شاب بأول طلعته، مو حلو جوعه. يا أخي بجوز ماله معود على الشغلة بيت أهله. يعني صحيح نحن عم نطبق القانون، بس مو معقول كمان نموته من جوعه مشان نطبق القانون. ايه لك؟ ايه الله يرضى عليك. انت نفذ الاوامر هلا، الله يحن عليك. انت النقيب شاهر؟ نعم يا سيدي، انا النقيب شاهر. تفضلوا سيدي تفضلوا. يا
يا اهلا وسهلا استاذ فادي. يا ميت مرحبا. تفضل تفضل سيدي. تفضل تفضل تفضل. لا والله ما بصير. تفضل يا سيدي. يا اهلين وسهلين مرحبتين. ميت مرحبا. عفوا. ان شاء الله شباب يعني عرفوا يقوموا بالواجب خلال الطريق. ماشي الحال. هو في شويه ملاحظات بس مو مهمه. لا هو لو ما بصير احكي لي. انا رح اتصرف يعني. بس مثل شو يعني؟ الكولا كانت سخنه شوي. كانت سخنه الكولا؟ بالله العظيم عليك. الله يصلحك يا ابو هيثم. معلش اسرعها بدأنا مره. شرف سيدي. القهوه بانتظارك. شرف. يا اهلا وسهلا ومرحبا. لا لا معلش ما بحب القهوه. بحس حالي كاني عم بشرب طين. طين؟ الحق بايدك. الحق بايدك. بدك مني شيء قبل ما امشي؟ لا حبيبي لا ابدا ما بدي شيء. تسلم لقلبي الهي. ما بدنا الا سلامتك. بس اماني ها اماني تسلمنا على السيد الوالد. تسلم عليه كثير وتقول له النقيب شاهر بيسلم عليك. طيب اوكي خلاص. استاذ فادي معلش لحظه صغيره لو سمحت. نعم شو بتريد؟ يعني مثل ما بتعرفوا الترفيعات الجديده على البواب وانا رتبتي مكسره. يعني بصراحه لازم اكون عقيد هلا. كل رفقاتي صاروا عقدة الا انا. ف يعني يا ريت تحكي لنا هيك مع سيد الوالد يعني بركي بينظر بامري. خلص ولا يهمك. طمن. يلا باي باي. خي هلا امنت مستقبلي. كرامي سيدي. أهلين أبو هيثم. خير سيدي. وصلتنا أخبارية من قرية تل شحيش أنه في واحد عم يقوس على العصافير ومو معه رخصة صيد. شو الحكي؟ يخرب بيته على هالعملة. ولك هالعملة بتنعمل سيدي هيك بلغونا. أصبح وينك أبو هيثم؟ استنفر لي العناصر جميعا وخدهم بكامل سلاحهم على ضيعة تل شحيش واعتقلوا لي شب وصادروا لي منه بارودة الصيد وكلب شو مش حطولي يا لهون. أمرك سيدي. تعال والله هذا اللي كان ناقص. الصيادين تعوس على العصافير.